من عم احمد. عندي 50 عام. قالك عنده 50 عام. هو وقع. كلهم وحدهم. واخ. قالك عنده 50 عام، عادي تكون عنده 50 عام. نهضروا على السيد النجدي حماد، الحاله ديالو هنايا سادين عليه وسط المحال، وامو مسكينه فايده مهرسه من دراعها، ودابا راه الحاله ديالها مسكين كتعاني بها، عندها 80 عام ومعقاش عندها الصحه، وقادره خدام عليه واحد السيده مسكينه راه دابا تحركت في الانعاش كديال كتهزاهم، ودابا السيد اللي تحركت عنده راه الله يكثر خيره راه هو اللي هز من الدو وهز من السيمانه ديالهم. ودابا راه بغينا نقولوا الله يرحم والديه السلطه المحليه والله ينصر سيدنا، وانكم تعانوا بهذا السيد ديروا شي مركز، حيت هاد الناس غادي يتحولوا عندهم واحد الكويريج، وهذاك الكار الصغير ما يمكنش ليهم يسدوا عليه، وهنا هما السادين اللي كيعطيو الماكله من الشرجم، والباب هو مهرسو عليهم، والمراه مسكينه ما كتنعش عليه على قبلو، كتبات سهرانه عليه، وما بقاش عندها الصحه ليه، وهذا هو اللي النداء كنوصلوا لكم ان شاء الله. غاديين عليا راك المطيو لي الماكله من هنا وكيشعلوا له الكارو من هنا، وشال الباب راه مهرسو راه دايرين ليها العمود، ايوا يضربها راه هرسها هي من يد اصلا. وفي اخبار السلطه المحليه مشينا عند القايد ودرنا ليه التوجيه وشدوه شهر، وعيطوا على مولا بنات ما فخبرناش حنا، وهزوا من الخيريه ديال السقطيط من الليل وجابوا لهنا حطوا، ومني جابوا حطوا هنايا بقات هي مسكينه شاده، وهي ما عندها الصحه ليه، ملي شدوه كانوا يبقاو شادين ويسموا به حتى الانسان تيصح. مرض ديالو مدني، ما عندو الوراق ديالو، الورق ديالو ديال السبيطار، وعندو واحد ختو تاهي مريضة، تاهي مسكينة راه كضل ضيعة العشية كيجيبها النعاس على المحالة، وعندهم ديك السيدة اللي محروقة في الإنعاش تاهي في ضلة، وكنتمنو ليها الشفاء العاجل، ومو مسكينة راه مرا كبيرة راه قاسينا، وحنا تدخلنا في سبيل الله، وهاد السيد الله ينصر سيدنا ديرو شي حل للسيد مسكين يمشي يعاني يمشي صح مسكين ولا يشوفوا فيني.